في حديث هو الأول من نوعه إلى قناة عربية في أعقاب توقيع الاتفاق النووي، قال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الإيرانية للطاقة النووية بهروز كامالواندي في حديث حصري لأخبار الآن، قال إن الخطة الشاملة للبرنامج النووي الإيراني تشكل نقطة استناد للدول في علاقاتها بين بعضها البعض ويجب أن تستمر. كامالواندي أكد أن إيران لم يتبقى عليها شيء حيال هذا الموضوع إلا الاستمرار في الشفافية والسماح بالبروتوكول الملحق. الخطة الشاملة للمبادرة المشتركة نتاج مفاوضات إيران مع عشرات من الدول، وقد بلغ كل من الطرفين الحد الأدنى من مطالبه التي كان يريدها بعد هذه ومن المهم أن هذه الخطة نقطة استناد للدول في علاقاتها مع بعضها البعض ويجب أن تستمر. ونحن بصفتنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف نفي بالتزاماتنا كافة، وفي المقابل نتوقع من الأطراف المقابلة الوفاء بجميع التزاماتها، وطالما سيفي كل من الطرفين بالتزاماته فسوف تستمر هذه الخطة الشاملة. أما عندما يمتنع أحد الطرفين أو كلاهما عن الوفاء بالتزاماته فسوف تواجه الخطة الشاملة للمبادرة المشتركة مشكلة في هذه الحالة. هل وفت إيران بجميع التزاماتها فيما يتعلق بالخطة الشاملة للمبادرة المشتركة؟ أجل، لم يتبقى شيء علينا القيام به سوى الاستمرار في الشفافية التي كانت لدينا والسماح بالرقابة والبروتوكول الملحق الذي يتم بشكل تطوعي حتى يوافق المجلس عليه. أما فيما يتعلق بتقليل الذخائر وعدد أجهزة الطرد المركزي فقد تم القيام بذلك كله حتى فيما يتعلق بمفاعل المياه الثقيلة في أراك، وهو الآن قيد إعادة التصميم. وبتعبير آخر فقد قمنا بتنفيذ الالتزامات المترتبة على دولتنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد دخلنا في مرحلة مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته، وبالرغم من أن جزءا من هذه الالتزامات يعتبر حبرا على ورق فإن الأهم هو تنفيذها والوفاء بها بشكل عملي. وهذا ما سوف تبينه الأيام المقبلة. يبدو أنه ليس أمام الطرفين من خيار سوى تنفيذ التزاماتهما، وقد نفذنا الالتزامات المترتبة على دولتنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتثبت أن برنامجها النووي ذو توجهات سلمية؟ هل يمكنك بيان هذه الإثباتات؟ لقد قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمبادرات شفافة، وبالرغم من أننا لم نغير شيئا في أعمالنا كان علينا أن نثبت أن ما يدعيه الطرف المقابل ليس موجودا، وقد قمنا بهذا العمل بنجاح. فقد قام أعضاء اللجنة المنظمة الدولية للطاقة الذرية بدراسة الملف النووي وإغلاقه. أما الإجراءات المتبقية على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية فهي تشبه إجراءات الدول الأخرى، ويجب عليها إعلان أعمالها، ويجب على المنظمة أن تختبر صحة هذا الأمر وأن تتأكد من أن الجمهورية الإيرانية تقوم بما أعلنته أم أن لديها أعمالا أخرى. إن هذه المرحلة تجري تلقائيا، ونحن على استعداد لهذه الشفافية ليس فقط لمدة 10 أو 15 سنة، بل في كل وقت تقوم فيه الجمهورية الإيرانية بأعمال وأنشطة نووية، فنحن ليس لدينا أي شيء لنخفيه، ولذلك فقد وفينا بالتزاماتنا تماما وأثبتنا أن برنامجنا النووي سلمي، ونحن على استعداد للقيام بذلك دائما. إثبات کردیم سلامیز بودن برنامه هسته‌ای کشورمون رو